الكبيره عطيتي بنتك، عطيتي حيت في مجتمعنا ما كنقول جوج، نقول عطيت بنتي بنت 12 عام، انت عطيتي بنتك بنت 12 عام الراجل كبير عليها، علاش؟ المشكل ديال بنتي انا كنت مجوجه بباها. باه كان صعيب شويه. تيضربني وكيتكرفس عليا وداك الشيء، المهم قهرتني العصا تفرقت معاه. البنيه اللي كتجي عندي وتمشي عند باها، السيد شافها قال لي ها ودي بغيت بنتك. شحال في عمرو السيد؟ السيد كبير عنده 50 والفوق. 50 والفوق. والفوق. شاف بنيه ديال 12 عام وطمع فيها. وهو مجوج ووالد وما قالش للراجل اللي راني مجوج ووالد ولا. فعنده وليد وبنيه اخرى مع امراه اخرى ووالد بنت مع امراه اخرى، هي جوج. هي وعاد ملي نصب على بنتي وخرجت انا بنتي رجعت. بلاتي قبل ما نشوف واش نصب ولا شنو دار، علاش راجلك عطى بنته لهذاك الجار اللي عنده فوق 50 عام؟ انا جيك قال لي ملي خطب لعنده قال له تمشي لعند مها. جا لعندي انا شفت في عيني. يعني البو ما عنده حتى مشكل، نشوفوا غير مها، الا قبلات ما كاين مشكل. هذاك الشيء اللي قال لي حتى هو. اها. ملي جا عندي انتبهت لعيني حمرين. كيفاش؟ كيتخدر. يعني سكران ولا شي حاجه. جاك اصلا ما ساحيش. ما ساحيش عينيه ما عجبوش. صافي عينيه حمرين يكون ضرينو عينيه ولا شي حاجه. لا. لا. ماشي جهد الدران نقول لك. لا. احنا كاع كيضروا. عادي جي عندك. كاع كيضروا عينيه. جا خاطب هو مقلوب. ملي شفته انا يا هكا قال لي يا راه بغيت بنتك، قلت له ودي بنتي عندها 12 عام وباقيه ما تعجن ما تطيب باقيه صغيره ما عارفاش شنو. اش من جواج هذا؟ قلت له بنتي ما نعطيهاش لك. قال لي شوفي وكان، قلت له لا ما نعطيكش بنتي. تشارجع عند باها. كيفاش زعما الراجل باها ضحى بها بهذه الطريقه؟ دابا ملي تفهم هو باها جابوا العدول مشاو زوروا الموافقه ديال القاضي. شدوا هذيك الورقه قطعوها طامبو ديال القاضي ولصقوها مع ورقه اخرى راها عندي راه وريتها الاستاذه ايمان وصوروها. يعني وجابوها في حال القاضي راه عطانا الموافقه. هذا العدول. لا دابا هذا بوه اللي تيدير هذا الشيء. لا مع الراجل. الراجل والعدول. البو عطاهم الاذن قال لي ما نعطيها لك. والموافقه ديالاش؟ الموافقه ديال القاضي. واخا الكبيره مازال نتبعوا القصه ديالك فين وصلت لحقاش من بعد كاينه تطورات وقعت في القصه ديال بنتك. كبيره نكمل القصه معك. في كاع الحالات اللي عطى الله عطاه مشات البنت، مشات عند الراجل اللي عنده فوق 50 عام، داها اشنو؟ ما داهاش. اها دابا هذاك النهار فاش كتب العدول وعطاه الروسي. اها. قال لي غتجي غدا تدي بنتك باش نديروا العرس عندك في الدار. ايوا. ما نديروش العرس عند باها. قلت له مرحبا. قال لي وغدا في الصباح اجي باش تدي الحوايج ديال بنتك. في الصباح مشيت باش نجيب الحوايج بنتي، لقيته جا مع الحوايجات اللي شاريه لها انا واللي شاري لها باها. لقيت امو جد داكشي هز معايا حتى عندنا الكرارس. ما عندناش، عندنا الطاكسيات واغلبيه الكرارس. ماشي مشكل. هز معايا في الكرارس. الكروسايه كتمشي في الدفوع زوينه ما تمشيش طاكسي. ماشي الدفوع لا. لا كون كان شي عرس بقوام وداك الشيء راه الكروسه كتمشي بالهديه وكنتلاقاوها في الطريق ونوقفوا ونشوفوا. ساعه ما كاين ربح لا ما كاين شيء. ايوا. هز معايا الحوايج في الكروسه قال لي واه انت سيري دي الحوايج ووجدي لينا الغداء انا غنشري لها صنداله ونشري لها داك الشيء اللي خاصها ونلحقوا عليك. فيلي مشيت انت عارفه الام كتبغي تفرح ببنتها وتبغي فيه وجيت وفرحت وداك الشيء. طيبت الغدا وتنتسنى فيهم يجيو وما جاوش. انا ملي مشيت هو شد طاكسي كورسا هرب بها للسطات. دا مراته معاه ومشى. هرب بها للسطات ما قالش لي لا غنديها لا ما غنديها. انت راجلها. تسنيت انا تعيت ما جاوش. ايوا. راح الليل ما جاوش. الصباح جيت عند مرت باها هزات لي عصا. قلت لي البنت اللي كانت تجيبك ما بقاتش دابا نهار اللي تدوري هنا في داري نقرض لك رجليك. يلا. قلت لها صافي. قالت لي صافي. قلت للراجل اش كاين؟ قال لي انا ما نسمحش في ولادي ونتبعك انت وبنتك سيري منك لبنتك. ايوا تبعتي الراجل سطات واش تبعتي؟ مشيت ما عارفاش انا دارهم ما عارفه مين هو ما عارفه عليه والو انا ما كنعرفوش.
مشيت كنقلب غير الحوان صحاب النجاره اللي تيعرفوا اللي كيقول لي شفار يقول لي اللي كيقول لي قتالي يقول لي كله وكيقول كلامه بعد كيقولوا لي شفار كنقول ناري بنتي غتمشي للحبس بعد كيقولوا لي قتال نقول ناري عدي عبنيه وحده وغادا تموت ما بقيتش غادا نولد الاحتياف العافيه لا حبها ماشي انا ما حضرت والو انا ملي جيت لقيتهم كاتبين عقدهم مسالين ما بقى يعني ما بقى عندي ما ندير انا لو كان كنت واعيه انا اميه ما قاريش انا كون كنت واعيه نوقف عليهم البوليس هذيك الساعه ولكن انا ما واعيش واخا فوتوا هذه المرحله دابا دا كيف نهايه المطاف هو دا مراته دا ديك الساعه ما عارفه راسك واش زور ولا ما زورش المهم انت عند بالك راه الكاري عند بالي بنتي مكاتبه والبو عند باله راه تهنى من البنت باش يعيش مع مراته هاني واخا داك الشيء اللي كنتو ناويين ها هو دا البنت غتزوج غتطرح طرحات فرحات ولا جاتكم بالمصايب دابا ملي داها قلت لك كنسول الناس كيقولوا لي قتال وشفار ايه واش دابا هو قتال وشفار نيت قلبت 15 يوم ما لقيتش جيت لعند العدول قلت له تعطيني النمره ديال هاد السيد فين ساكن ما غتعطيهاش ليا نمشي لك البوليس نجيبهم معلوم اعطاني النمره هذا خطف هذا ماشي جواج خطف نصب خطف ملي عطاني العنوان ديالهم شديت الطاكسي مشيت للسطات ملي دقيت عندهم واحد الطقيبه ديال الباب كطلموا منها ملي طلعت عارفه خضت الشبه ديالي وديال بنتي بنتي غادي يسدوا عليها انا ملي حليت الباب تكاتني بيدها هاك العجوزه الدري غيسدوا عليها البيت ضربتها اليد ومشيت دخلت لقيت الدري غادي يسدوا عليها وانا نطيح عنك طوب هاجي بنتي راني ماما كانت بنيتك معاك تا وليتي تهجمي باش تشوفي بنتك المهم شفت بنتي هما معاها ما خلاونيش كيفاش نسولها وكيفاش بانت لك حالتها مكرفصه شويه ولكن ما بيناتش لي ما بيناتش تخاف ولا الله يعين قلت لها بنتي كيف كيتعامل معاك كدير كتقول لي ماما كل شيء مزيان كل شيء بخير قلت لها واش ما طاريه لك والو ما عندك والو قالت لي ماما انا بخير صافي بسلامه جيت بحالياتي داز واحد الشهر وهي تعيط اختو بالتليفون الواحد جارتي حدايا الباب في الباب انا ما كانش عندي التليفون اللي عندي قالت لها قول الكبيره تجي راه بنتها غدات لما جاتش بنتها غتموت علاش كيكتفها وتضربها وكيبقى يتكرفص عليها ملي مشيت لعند امك كيف قالتها لي مشيت ملي مشيت كنقول لها فين هي بنتي كتقول لي راه خرجوا كراو كنقول لها نوضي عاودي ديني عندها كتقول لي لا علاش لا من شفتي هي كان ما نوضي ديني عند بنتي كتقولي لا ما نقدرش نديك ايوا من 12 النهار وانا يتم حتى 10 الليل باش شوفي بنتك حنت البنت كيكتفها ويخليها وكيصيفط واحد البنيه صغيره الا شافت الضو شاعل من هذيك الثقبه ديال الشريجب راه هو جا ما كانتش الضوء شاعل راه هو ما جاش الحبس شاد فهاد الحبس مازال في الحبس راه عندهم حريتهم هذا راه الحبس فيه الحقوق الحبس فيه الحقوق هذا راه ما هذيك كتاكل العصا وتيطفى عليها الضوء ولا هضره ترعف وما كاينش امها ولا شي واحد يضر بها شكون اللي غادي هذاك باها اللي صيفطها ب 12 عام كان عارف هادشي حيت هو سبب هاد المصايب عرف هادشي وعيطت له عرف هادشي ملي وصلت للكوميساري وداكشي وعيطت له قال لي انا ما نسمحش ولادي ونجي عندك تو بنت وهي ماشي بنتو ايوا شنو بغيت نقول لك الام اللي كتحس بولادها الراجل عمره ما كيحس بولادها على ماله ما تيحش بولادو هو انا قلت لك قلالين قلال الام اللي كيفاش تبتي التزوير ديال هذاك الراجل باللي هذاك ماشي كاغيط ودخلتي للحبس الراجل ودخلتي للحبس بعدا برافو عليك انا غنحكي لك بعدا انتصرتي لبنتك وانتقمتي لكاع البني كاع اللي كيدير يدو شي حاجه لا مازال هادشي ما عاجبنيش بعدا راه كيشديتي الطريق واحد اخر غيمشي ينعس ويخليها حيت بنتي تدمرات وتدمرت انا ومرضنا نفسيا بجوج معلوم. انا اللي كتشوف فيا راني مريضه نفسانيا معلوم انا خاصني طبيب يعالجني وما عنديش ما عنديش باش نعالج راسي كيفاش تبتي الزوار كيفاش عرفتي بلي الكاغيط ماشي هو هذاك انا في هذيك الساعه فاش لقيت بنتي كيكتفها وتيتكرفص عليها فاش دقينا عليه ما حلش علينا اللي حتى غنبرها بواحد الزيف
ودار لها واحد بيجامه هابطه هكا على يديها باش ما نشوفش شويش العصا الكتاف داخلها في يدها. خلي العصا الكتاف ذابح على يديها ورجليها. شنو هو الكتاف؟ باش كير القلبه. داخله لها في يدها مذبحه على يدها. دار لها بيجامه باش انا ما نعرف والو. ملي دخلت في حلقة انتبهت للدريه بانت ليا ماشي نورمال، كتهز رجل وتتحط رجل مع الرجل. مسكينه بالعصا ضاربها بالعصا بزاف هزه مسكينه مقراش. ديكلاريتي بيه باش نمشيو ديكلاريتي بهذا الرجل لا على العصا لا غد وقفت عليه البوليس. وقفتي عليه البوليس حتى يضرب لك بنتك؟ اول حاجه يقولوا جبد لك جبد الكاغيط. ها شنو ديت لغد في الصباح؟ قلت لمو غندي بنتي ندوز لها. ايه البنت ليا البنت مكرفسه ديتها للطبيب عريتها لي. واش لقيتي؟ قلت لي دخلت عليك بالله ولا خلقنا وخلقك. هاد البنت ديرها بنتك وما تزيد ما تنقص انا مقلده. اللي لقيتيه كتبوا لي اللي في الحمها كتبوا لي فعلا هذاك الشيء اللي في الحمها. لحسا كيضربها بالبريز. الله الله كيضربها بالبريز على وجه وجبه باش يصوتها ولا شجو؟ علاش جوج بها اصلا؟ ما عرفتش علاش خداها. ما عرفتش الطبيب دفعني للبيجي. البيجي تاني عطاك شهاده طبيه؟ عطاني شهاده طبيه اكثر من 21 يوم. اكثر اديتها للكوميسير تاني سعاده الكوميسير الله يجازيه بخير ويجازيكم انتما الله يعمرها دار زعما عطوني الحق ديالي الحمد لله. ايوا الحمد لله الله يعمرها دار حيت انتيا مراه قاده. الله يعمرها دار ماشي بحال ذاك البولي لاحها ومشى وما عندناش وما عندناش. مات هذاك الراجل؟ مات الله يرحمه. وما عندناش فين نجلسوا. شافوا لنا واحد السيده وجلسنا عندها 15 يوم وتهلاو فينا وما نعاودش لك. المهم تبتي الحق ديال بنتك. شدوه في هذيك الساعه شدوه وناضت دار اختو امه الله يرحمها راه حتى هي ماتت وجابوا شي رياس. واختو كتخدم في داك في البنك كدير الميناج. ايه معارفه مع شي ناس كيوجهوك بوليس وداكشي داروا بيا نتازلي والبنت مكاتبه والبنت غدير وانا عطيتهم نتازلي. علاش نتازلي؟ النمره ديال العدول عيطوا لي. انا كنت قابح مع العدول كنقول له بنتي مكاتبه كيقول لي ما تمكنش باش الدريريه باقيه صغيره ومكاتبه. هو اللي كان العدول اللي يكسب لبنتك دابا البوليس كيقول لي هاد الدريه ما مكاتبهاش. انا كنقول كنت قابح معاه كنقول له بنتي مكاتبه حيت انا شفت العدول وشفتي الكاغيط. اي شفتو تيكتب شفتي كلشي. انا ما قاريش باش غنقرا. دار الذنب يستاهل العقوبه. انا ما قاريش. المهم دخلتهم الحبس رجينا جيني الاخر. دخلوا الراجل حكم عليه بشحال؟ لا في هذيك الساعه فاش شدوه البوليس حنا هضرنا على الضرب. العقد انا بنفسي كنت كنشد كاين العقد حتى انا شفت العدول كيكتب في ورقه ما عرفتش شنو داير فيها. انا ما قاريش عاد يكتب صافي راه كتب لها العقد. المهم كاغيط سنات هي سنا بوا سنا الراجل صافي وداك والوكيل حكم بالدريه تبقى عايشه في دارهم ولا دقات شوكه كلشي يمشي للحبس. تعيش في دارهم الدريه النهار يخرج دارهم يعني عندك عنده في دارهم. في دارهم هو وهو قال لهم عمرني ما نعاود نهضر معاه. اللي حتى خرج من الحبس ما دوزت العام الدريه. الحبس علاش دخل في الاول؟ على العصا. على العصا. على العصا ومن بعد دخل الحبس على التزوير. التزوير انا ما كنتش عارفه الا من بعد زعما تبتي انه داك الشيء ما كانش ولدات البنيه. واخا عافاك في الاخر كاع نشور الاخر كاع خرجتي على بنتك انت وداك الراجل ولا ما خرجتوش عليها؟ كيفاش خرجنا عليها؟ هاد الحاله اللي عايشها بنتك دابا رجعت حامله بعدا؟ راني انا وياها عندنا ضحيه. عندنا حنا عندنا ثلاثه ضحايا. ثلاثه لا رجعت حامله البنت. ولدات بنيه. راه بنيه عندها 12 عام ولات هي ها شحال ضحيه. كنتي غير انت بوحدك وبنيتك زدتو عليكم بنيه واحده بنيه عندنا ثلاثه يديها على برجليها. ثلاثه الضحايا. ثلاثه ديال الضحايا. شتي ثلاثه المنتفات. ثلاثه الضحيات من راجل جلس بلا شغل بغى صدعات والبنت غادا جايه قال راه لصقها على الخينا هذا هو كلشي مشى ضحايا. دابا اللي كنطلب انا بغيت من الناس المسؤولين هذيك ربع سنين اللي خاد هذاك الراجل وما ناصبش غير على بنتي. ناصب على بنتي ونصب على بنت اخرى والده بنت ونصب على بنت اخرى والده بنت. كلشي تيزور ويصفق. وعاد المراه اللي بولادها في السطات هذيك ربع سنين انا ما مقنعانيش فيه. الكبيره دابا زيد دابا على بنتك. انا بغيت بنتك. انا بغيت كتبه وطلاق لبنتي. سمحي لي اختي الله يجازيك. انا بغيت كتبه وطلاق لبنتي باش تعرف راه كانت مجوجه
مطلقه. هاي دابا تعرفات هذا الشيء، تتعاودي اليوم القصه الحقيقيه ديال بنتك. وبغيت الحل المدنيه لهذيك البنيه الصغيره اللي حكا 12 عام. شوفي وليتو عاوتاني. راني مدخلاها بالورقه ديال السبيطار. ايوا واخا الكبيره، شكرا بزاف على هذا الشيء اللي عاودتي لنا اليوم حسن.